السلام عليكم، مريم بومزين مصممة أزياء. السلام عليكم، معكم سميرة السباعي، عارضة أزياء سابقا وصاحبة ماركة بريت ا بورتي. الفكرة اللي جاتنا ديال هاد الماركة ديال اونيك 25 هو أنا كنت كندير بريت ا بورتي وكنت كنحضر بزاف ديال العروض الأزياء في أوروبا اللي كنشوف فيهم بزاف ديال المصممين اللي كيستعملوا الصناعة التقليدية ديالنا وكيحطوها في البريت ا بورتي ديالهم. فهنا فين جاتني الفكرة أننا يكون عندنا مزيج بين البريت ا بورتي والتقليدي المغربي ديالنا. احنا أصدقاء قبل ما نكونوا غير في العمل، دونك رحبت بالفكرة والحمد لله بدينا بأن ديفيلي، ودابا بدينا الحمد لله دارت سميرة تما في باري دو شوتينغ، وكنتمنى نكونوا عند حسن الظن الجميع. يعني شنو عطى داكشي ديالنا، يعني من البلدي حاولنا نمزو مع الرومي ودرنا القطع بحال هكذا، يعني كيكون فيها أتواب اللي زوينة بحال هذا أنيكوسي اللي دارج على الموضة، وفيه لو بيرلاج، فيه الطرز، وحتى الفصالة تكون شي فصالة رومية، ونقدروا نديروا مع اون سانتور، وبيان سور يكونوا دي تيسو اللي هما زوينين. كيفاش كتبدا عندنا القطعة؟ يعني مورا فاش كنفكروا في لو تيم بعدا ديال لا كوليكسيون، علاش غادي تدور هذيك لا كوليكسيون. من بعد كنفكروا الأتواب اللي غادي نستعملوا في هذيك لا كوليكسيون بيان سور على حساب لا سيزون، ومن بعد كنشوفوا الألوان اللي دارجين على الموضة كنحاولوا ندخلهم ونزيدوا بيان سور حنا داك الشيء ديالنا اللي كيكون فيه تطريز، كيكون فيه تنبات، كيكون فيه زواق المعلم. وكيف ما قلنا أنه القطع ديالنا خاصها تبقى اونيك، 25 قطعة في لا كوليكسيون، وخاص يكون فيها بزاف ديال لي زيفور، يعني بزاف ديال الصناع المغاربه ديالنا كيكونوا في قطعه واحده. والماركه ديالنا كتميز بواحد الحاجه اللي هي لا بيرسوناليزاسيون. يعني مثلا كيجي عندنا شي شخص اللي هو مثلا كيتكون عنده شي فكره في راسو، هذيك الفكره باغي يطبقها مثلا في ديك لا فيست، ولا في داك الكيمونو، ولا في ديك اللبسه اللي هو باغي يلبس، كنحطوها ليه كيف ما هي في راسو. يعني كنديروا لا بيرسوناليزاسيون اوسي. وعاوتاني واحد الحاجة أخرى، اللي المزيج اللي درنا بين البلدي والرومي اللي فرحنا بزاف، هو تحت لي واحد الفرصة أنني ندير واحد شوتينغ في باريس، ولا كوليكسيون نالت الإعجاب ديال الأوروبيين بزاف. يعني لقات واحد الإقبال من عند الناس تما، يعني كيشوفوا قطعة اللي هي مودرن وفيها لا توش ماروكان. يعني هذا الشيء اللي زاد حمسنا أننا نزيدو نعطيو أكثر وأكثر لهاد لا مارك. سي فري كو اللباس التقليدي ديالنا كيبقى حنا بالنسبه لنا لا يعلى عليه، غير هو عندنا القفطان والتكشيطه المغربيه ديالنا ثقال، يعني كتلبسوا غير في المناسبات، في الاعراس، في عقيقه، في رمضان. حنا حاولنا اننا نطوروا شويه من هذا اللباس التقليدي اللي يبقى يتلبس بوغ تو لي جوغ. داكشي علاش لي بياس ديالنا دخلنا فيهم المغربي، اللي يقدر الواحد يلبسو غادي لخدمته، يقدر يلبسو بنهار. ايوا بحالك انت سميره، ما كانش كيعجبك تلبسي جلابه عاديه، اولا زعما قفطان عادي ما فيش شي حاجه مبدله، ولا ديما شي حاجه اللي تكون روميه بلديه، يعني ماشي ثقيله بزاف، لي فريمون تكون كتلبس غير في المناسبات ولا فوالا. دونك بغينا شفنا منا حنايا كيف ما كنكونوا حنا، راه غادي يكونوا زعما لا بلوبار ديال المغاربه هو كاين اللي كيعجبو داك الشيء ثقيل وهذا، مي دابا ولات صراحه اغلبيه كيديروا بحالك. سي بور سا بزاف ديال لي ستيليست عاود زعما اختاروا هاد الاتجاه هذا. ان شاء الله قريب عندنا اون فونت بريفي في فرنسا، وكنتمناو ان شاء الله يعني تنجح لينا وتنال اولا لا كوليكسيون ديالنا، تنال اعجاب المغاربه، وان شاء الله غتنال اعجاب يعني ديال الاوروبيين، ونخرجوا يعني القفطان المغربي والتصاميم المغربيه في المغرب وخارج المغرب ان شاء الله. كنبغيو بدورنا حنايا نشكروا موقع يالالا على التواجد ديالهم معنا، وكنشكروا الجمهور ديال يالالا، وان شاء الله نكونوا خفيفين ظريفين عليكم، وجيسبيغ نكونوا عند حسن ظن الجميع.